السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت عبارة ان انت تكتب برومت، ما يجيبلكش اجابة، لا يجيبلك موقع كامل بكل التقنيات اللي موجودة فيه، حاجة رهيبة جدا. تمام، يعني هتقول له ديزاين او ويب سايت فور سبيس اكس ستار شيب، هو على طول يعمل لك الموقع كله بالصفحات بتاعته باللينكات بالتوصيلات بكل اللي انت عايزه. وتقدر تقول له انا عايزك تعمل لي دوت، بدل لي الصورة دي بالصورة دي. تمام، برومت يعني تكتب كده، انا عايز تعمل لي فيديو، تعمل لي كذا، تعمل لي 3D، فاعمل لك موقع تحفه. احط لي سكرول انيميشن، يبدا يحط لك سكرول انيميشن. منتهى الابداع. تمام، بابلش، خلاص بقى عندك الموقع واي حد يقدر يزور الموقع ده من غير لغات برمجة ومن غير حاجة خالص، حاجة تحفة. يعني تكست يتحول لويب سايت، مش يتحول لصورة، لا ده ويب سايت بكل الصور بكل حاجة، وصور تحفة، وممكن تحط 3D فيها. عشان نبدأ أجربه لازم أكتب الايميل بتاعه، هو يبعت لي بعد كام يوم يقول لي إيه جرب الفكرة ديت. إن شاء الله نعمل فيديو تاني في القناة بعد ما نجرب الموقع بإذن الله.